إذا مشاهدي قناة شوف تيفي، وصول الآن حافلة فريق الوداد البيضاوي لمركب محمد الخامس، في انتظار وصول كذلك حافلة فريق الدفاع الحسني الجديدي اللي غادا توصل في بضع دقائق، لأن المقابلة اليوم غادا تجرى الساعة 6 مساء. نحاولوا نعرفوا اللاعبين اللي غادي يكونوا اليوم مع فريق الوداد البيضاوي. فقلت بأن فريق الوداد البيضاوي اليوم غادي يحاول أنه يحصد 3 ديال النقاط من بعد التعادل أمام الفتح الرباطي بملعب مولاي الحسن. فريق الدفاع الحسني الجديدي تمكن انه يتحصل على 3 نقاط في المقابله الاولى ديالو في الدوره الاولى ديالو، فاليوم مقابله غادي تكون قويه بحضور جماهيري كبير، ولو ان العدد حاليا كيبان العدد قليل لان الثمن ديال التذكره في المنصه الشرفيه 150 درهم، بعض الجماهير مدمره من هذا الثمن. المقابلة اليوم على الساعة 6 مساء. اليوم معنا كذلك من المشجعين الوداديين، شنو بالك في المقابلة اليوم من بعد التعادل في المقابلة الأولى؟ من بعد التعادل كما كتعرف فريق الفتح الرباطي وخسيناه في كأس العرش، ولكن في البطوله الوطنيه كان فريق صعيب شويه، هو الفريق الوحيد اللي تعثرنا معاه في الذهاب وفي الاياب. اليوم عندنا مباراه مع فريق الدفاع الحسني الجديدي اللي كيشرف عليه واقع على السي بن شيخه. لا السي بن شيخه مشى للبركان الان، دابا لسعد شابي مدرب سابق لفريق الرجاء تاع الغريم. عندنا معاه مباراه اليوم بخصوص التشكيله ديال الفريق. التشكيله راه واضحه، التشكيله اللي دخلت في الماتش الاخر تاع الفتح راه كنظن ما غيكونش شي تغيير، وان شاء الله راه مربوحه ماتش في الدار بالجماهير. ان شاء الله راه 3 بوان اليوم، واخا تعثرنا مع الفتح نقطه من الفتح راه مزيانه، حيت الفتح فريق مزيان، وكما شتي البارح اولمبيك اف في العام مع الغريم لزموا عليهم التعادل، ضربه جزاء واضحه لفريق اولمبيك اف. لا اله الا الله، هذه البطوله الوطنيه ان شاء الله اليوم غنربحوا الدفاع الحسني الجديدي، وهذا الشيء اللي كاين وديما ويدار. شنو كيبان لك يعني في عوده الحسين عموته لقياده فريق الوداد البيضاوي، وبالاخص واش التشكيله قادره انها توصل بعيد في نفاق صفه الابطال؟ واش نقول لك، السي حسين عموته كما كيعرف الجميع يعني مدرب كبير، جاب معنا العصبه والبطوله، باقي عليه السوبر كوب سبحان الله، كان جا في 2017 هو رجع كيتسنى السوبر كوب. نتمناو نكونوا السي حسين عموته من مدربين القلال اللي داو الكاف والعصبه الابطال، وان شاء الله يدي معنا السوبر وعلاش لا كاس العرش اللي ما خديناش من شحال هذه، ولكن كيكونوا ظروف كيكونوا كيمشي مدرب كيجي مدرب. ان شاء الله السي حسين عموته راه كما كيعرفوا الجميع مدرب مهم تبارك الله عليه وصافي، راه اليوم ان شاء الله غنربحوا الفريق الدفاع الحسني الجديدي
ان شاء الله غنمشيو للشامبيونز ليغ بعيد كما كل عام. راه من 2017 دائما كنفوتوا دور المجموعات، و كما شاف الجامع فهاد الشامبيونز ليغ الاخر ربحنا الزمالك وربحنا الاهلي، هاد فرق بجوج تقريبا. المنتخب المصري كيتكون من فريقين اللي ربح المنتخب الاول ديالنا، يعني سير كراكي راه على ما شفت واحد اللائحه فيها لعابه تاع بطوله معيط ليهم كحسوني جبران البحيري، لاعبين في المستوى ماشي ضروري الوداد، لاعبين في المستوى بدر بانون. المنتخب للجميع، المنتخب للجميع، هادشي اللي بغيت نقول. وحد سعيد، وحد سعيد، شكرا بزاف، تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. اذا هذه كانت كلمه ديال مشجع لفريق الوداد البيضاوي اليوم. نتمنى انها تكون مقابله جميله، نتمنوا ان الاجواء داخل مركب محمد الخامس تليق بهذه القمه اللي غادي تجرى اليوم على الساعه 6 مساء، وغادي نوصل لنهايه المباشر. تبارك الله عليكم، ونهاركم مبروك.